بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أولا كنشكر زي سيتي على هذه الاستضافة بالمناسبة ديال تدشين السيد وزير الفلاحة والسيد الحليم التنمية القروية لمشروع مضخة أو مركز جلب الماء من ملوية للقناة الرئيسية المتواجدة بدوار العباد. وهذا المشروع اللي الكلفة ديالو 10 مليار سنتيم، واللي غادي يزود المنطقة ديال سهل صبرا وسهل قارت وسهل بوعرك بالمياه ديال السقي اللي غادي تسقي حوالي 30,000 هكتار إن شاء الله في الأوقات اللي غادي تكون المياه ديال السد محمد الخامس غير متوفرة في الفترات ديال الجفاف كما عرفت المنطقة في السنة الفارطة. إذن هذا المشروع اللي هو مشروع اللي كيندرج في السياسة المولوية لصاحب الجلالة نصره الله في مجال تدبير المياه وبناء السدود في المغرب، والحمد لله هذه السياسة اللي عطت نتائج جد حسنة، واللي هي استمرار السياسة ديال المرحوم الحسن الثاني اللي كان رائد هذه السياسة في مجال تدبير المياه. إذا كنشكر السيد وزير الفلاحة على هذا الحضور ديالو لتدشين هذا المشروع، وباسم الجامعة كأعضاء واسم الساكنة ديال المنطقة كنقدموا آيات الإخلاص والولاء صاحب الجلالة نصره الله اللي كيعدوا الفضل لهذه المشاريع المهمة اللي عرفتها المنطقة في السنوات الفارطة واللي سهروا شخصيا على التدشين ديالها، وكذلك في هذا المشروع اللي كان جد مهم واللي احنا كجامعة قدمنا فيه ملتمس للسيد العامل ديال الإقليم. كذلك كان هناك تدخل ديال السيد رئيس الغرفة مشكورا، والسيد نائب رئيس المجلس الإقليمي، وبعض رؤساء الجماعات المجاورة اللي كيهمهم هذا المشروع المهم. إذا هذا المشروع كنتمناو إن شاء الله ينجز في القريب العاجل، واللي غادي يجلب استثمارات مهمة في المجال الفلاحي للمناطق المذكورة. إذا كنتمناو تكون مشاريع أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب، وكاين بعض المستثمرين الكبار اللي حلوا المنطقة مؤخرا واللي في الحقيقة كانت عنده استثمارات جد مهمة في مناطق مختلفة من المغرب، وكانت بعض المشاريع اللي سهر عليها سيدنا نصره الله في التدشين ديالها. إذا هذا المستثمر في المجال الصناعي إذا غادي يدير بعض المشاريع المهمة في المنطقة واللي غادي تشغل واحد النسبة كبيرة ديال اليد العاملة. هناك تقريبا واحد 4 المعامل اللي غادي تنجز في المنطقة ديال ولاد المنصور. كذلك كاين مشروع ديال المعمل ديال الاسمنت المغرب اللي تعطات ليه الرخصة، غادي يجي في الأسبوع المقبل ياخذ الرخصة ديالو إن شاء الله. كذلك هذا المشروع غادي يشغل واحد النسبة جد مهمة من ساكنة المنطقة. كذلك هناك مشاريع أخرى إن شاء الله اللي ذكرنا مع السيد العامل باش يرخص لها. هناك مشروع كبير إن شاء الله إذا توافق له في وزارة الصناعة غادي يكون ان شاء الله في المنطقه الصناعيه، وغادي يكون اللبنه الاولى ديال تدشين هذه المنطقه. هذا المشروع كيتعلق بواحد المطحنه كبيره اللي غادي تكون مطحنه ديال الحبوب، وغادي تنتج الطحين ديال التغذيه، كذلك الشعريه، المقارونه الى اخره. اذا هناك واحد المشروع متكامل الى ان شاء الله خرج الوجود غادي تعرف المنطقه واحد الطفره اقتصاديه جد مهمه للجماعه ديال ولاد ستوت. الحمد لله الثقه اللي خذوها على المجلس هاد المستثمرين هي التي جعلتهم يدقون باب الجماعه من اجل انجاز هذه المشاريع. اذا كنتمنوا ان شاء الله يلتحقوا مستثمرين جدد بالمنطقه اللي الاستثمار بها، وكاين بوادر ديال هاد الاستثمارات الحمد لله. كاين واحد المجموعه من المستثمرين الاجانب او المغاربه المقيمين بالخارج، وفي القريب العاجل ان شاء الله غادي تعطى لهم التراخيص باش ينجزوا هاد المشاريع. اذا هذه الخلاصه سي باكوري بالنسبه للمشاريع اللي طلبت مني باش نبينها لك في هذا اللقاء. المهم ان شاء الله اللي غادي يلتحقوا بنا هاد المستثمرين، ومنهم هذا الشخص اللي كان عنده مشروع جد كبير وتباع لواحد المجموعه ديال واحد المجموعه مكسيكيه في السنوات الفارطه. اذا البارحه كان لي معه واحد الاتصال
ومشينا درنا واحد المعاينه للمكان اللي غادي يكون فيه هذا المشروع المتكامل. هذا المشروع بطبيعه الحال فيه واحد الوحده لانتاج الفرماج، واحد الوحده لانتاج الاوراق ديال المرافق الصحيه، كاين واحد الوحده لانتاج الشيكولاته، كاين واحد الوحده لتبريد الفواكه، وكذلك واحد الوحده لصناعه الالات اللي كتدخل في الصناعه الغذائيه. اذا بلا ما نعطيو بعض التفاصيل الكبيره على هذا المشروع، ولكن في القريب العاجل ان شاء الله غادي المهندس يدير له التصاميم الضروريه باش يتعرض على اللجنه ديال المشاريع الكبرى اللي غادي تعطيه ان شاء الله الموافقه. وبطبيعه الحال حنايا هذا المستثمر النهار اللي جا عندنا ما بغيناش نورطوه في شي حاجه حتى خذينا الاستشاره ديال السيد العامل مشكورا واللي كيدعم هذه المشاريع اللي كثره وكيوقف عليها بيدو، ودائما كيقول لنا الباب ديالي راه مفتوح لجميع المستثمرين اللي باغيين يخدموا في المنطقه. اذا هذه بعض المشاريع اللي ان شاء الله غادي ترى النور في القريب العاجل. بالنسبه للمشاريع اللي كتقصدوا يعني اللي غادي تنجزها الجماعه، اذا فالجماعه في الاسابيع السابقه عطات واحد فتحت الاظرفه ديال بناء مجموعه من الطرق. مع الاسف هذا الفتح الاظرفه يعني كان فيه واحد الخلل، واحد مكتب الدراسه تصيفط لينا في البوابه الالكترونيه الملف ديالو وما كانش الكونيكسيو في الجامعه انذاك، ما تفتحش لينا البوابه، لذلك بعد اسبوع ظهر لنا هذا الملف، لذلك تلغات هاد الصفقه. غادي ان شاء الله نعطيو واحد البون كوموند في الاسابيع القادمه لواحد المكتب الدراسات باش غيدير لنا الدراسه ديال واحد المجموعه ديال الطرقان، منها الطريق ديال ولاد علال الناظور اللي كتربط ما بين طريق العباد وطريق حاسي بركان، كاين الطريق ديال ولاد المغراوي اللي كتربط ما بين طريق قبويه وطريق الوطني رقم جوج، طريق ولاد المغراوي اولاد البوريني اللي كتربط كذلك ما بين طريق ديال قبويه وطريق ديال بركان ناظور، كاين كذلك الطريق ديال تعاونيه الحياه، الطريق ديال ولاد منصور الشماليه، الطريق ديال دوار عزوزات، دوار القلب، دوار الزكريه. اذا مجموعه من الطرق ان شاء الله، اذا غادي نعطي توجد لنا الدراسه غادي نعطيو المارشي ديالها ان شاء الله هل السنه قبل ما تنتهي هذه السنه باش ان شاء الله تبدا فيها الاشغال، على الاقل تكون ان شاء الله تتنجز في السنه في الوسط ديال السنه المقبله ان شاء الله تكون الاشغال ديالها قد تمت باذن الله. اذا هذه بعض المشاريع الكبرى التي ستقوم بها الجماعه. كذلك هناك مشاريع اخرى ديال القناطير و أشياء أخرى من هذا القبيل سنعمل على إنجازها في القريب العاجل إن شاء الله. إذا كنجدو ترحب بكم السي باكوري وكنشكرو زيو سيتي على الاستضافة، ونتمنى تكون لنا لقاءات مع هاد المستثمرين في القريب العاجل إن شاء الله، كما وعدناكم أننا مستعدون لتزويدكم بكل ما يتعلق بهذه المشاريع لتنوير الرأي العام المحلي والجهوي على كل ما تقوم به الجماعة في هذا المضمار. السلام عليكم وشكرا. شكرا لك.